أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية بدخول المدارس وتجمعات الأطفال والشباب مع بعض، وما بين لسه القرار بتاع طب الأطفال هيطعموا لا مش هيطعموا، طب مين هيطعم مين مش هيطعم، قصة كده احنا لازم على ما نوصل لها يعني لازم نبقى احنا مستعدين. يا ترى نعلي مناعة الأطفال ازاي منعا لحدوث اي يعني انفكشن او اصابات او لا قدر الله كورونا او دلتا والذي منه؟ خلونا نسأل دكتور مصطفى حامد استشاري امراض الصدر والمستشار الطبي لشركة ام دي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ حضرتك طبعا سمعت قصة انه نطعم ما نطعمش الولاد صغيرين كبار، على ما يحسموا الموضوع ده المفروض نعمل ايه؟ طيب مبدئيا كده احنا الحاجة الوحيدة اللي قدامنا ان احنا نلعب على المناعة بتاعتنا، او بمعنى صح نبدأ نعلي المناعة بتاعتنا بحيث انها تبقى مستعدة تقدر تهاجم اي فيروسات غريبة او امراض غريبة. ليه؟ لان الفيروسات العادية او اللي احنا بنهاجمها كل سنة مثلا متعودين عليها احنا مش قلقانين منها قد ما الفيروس الغريب ان هو مش عارفين هيقدر يعمل معانا ايه او يوصلنا مضاعفاته لحد فين. طبعا ما بنقللش من الفيروسات التانية، ولكن انا حابب ان انا اقول ان اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف الموجودين في الكولوسيز دول عباره عن مجموعه فيتامين نقدر نقول انها تقدر تديني برايوريتي ان انا اقدر احافظ او اولويه ان انا اقدر احافظ على مناعتي، بمعنى صح قدام الفيروس اللي داخل عليا او قدام المرض اللي داخل عليا، وبالذات مع التجمعات اللي حضرتك اشرت ليها. طيب هل المصدر بتاعه لازم يبقى معروف، ولا يعني عايزين نقول ان احنا ممكن ناكل اكلات كتيره جدا عشان نقدر نجمع الجرعه اليوميه بتاعتنا بتاعت فيتامين الف او فيتامين دي؟ طيب اوريدي انا لو ممكن الموضوع ده اصيبه معايا ممكن اقدر انجح فيه، وممكن غالبا مش هقدر انجح ان اقدر احافظ على الجرعه اليوميه بتاعتي. عشان كده احنا عايزين نقول ان التركيزات اللي فيتامين الف وفيتامين دي والاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيز دي تركيزات بيحتاجها الجسم بتاعي اليوميه. طيب هي منين او مصدرها ايه؟ بنلاحظ ان هي مصدرها من نيوزيلندا وده مصدر بحري. طيب هل انا لما بجيب الحاجه دي في مصدر تاني ليها؟ احنا عارفين حضرتك ان في حاجه اسمها براند وجينيريك، او بمعنى صح اصلي وحاجات جينيريك بس بتتجاب من دول مختلفه في العالم. أيوة. لا انا عايز اقول ان المصدر النيوزيلندي ده هو اللي بيتجاب منه في مصر، هو اللي بيتجاب منه في دول اوروبيه، هو اللي بيتجاب منه في امريكا اللاتينيه. ده كلنا مصدر زيت كبد الحوت. مصدر زيت كبد الحوت اللي هو مصدر نيوزيلندي ده بالذات عايزين نقول ان هو مصدر واحد. طب الماده الخام دي بالذات ان الكولوسيز بيخضع تحت الرقابه الدوائيه ووزاره الصحه، هل لما بتيجي كده بتخش على طول؟ لا طبعا، لازم عشان تعدي من الجمارك لازم بيبقى فيه اخد عينات عشوائيه منها بحيث ان اعرف ان هل هي مطابقه للمعايير ولا لا، وهل هي بتتصنع بعد كده في كبسوله في اي مكان؟ لا، دي بتتاخد على مصنع من اكبر مصانع الشرق الاوسط اللي هو مصانع المنتجات الجيلاتينيه والدوائيه عشان خاطر يقدر يجمع لي الكبسوله الرخوه الناعمه اللي نقدر ابلعها. طيب ايه فايدة الكلام ده؟ هل فايدته في المناعة بس؟ هل فيتامين الف واوميجا 3 وفيتامين دي في المناعة بس؟ لا، انا قبل المناعة انا محتاج طاقة وحيوية ونشاط. هنبقى صراحة مع حضرتك، احنا حضرتك في خلال برامجك كلها بتحسي دايما على قد ايه ان ربنا مدينا نعم ومحتاجين ان احنا نحافظ عليها. صحيح. وهنتحاسب على الكلام ده، فاوريدي لو كان النعمة دي في ايديا ان انا اقدر احافظ عليها، وبالذات في الجو اللي بنسميه احنا المكهرب جامد اليومين دول. يا خرابي على الكهرباء اللي احنا عايشينها بقى لنا سنتين يا دكتور. فعلا مش معقول. طبعا يعني تعبنا والله. موضوع اوفر فعلا. والنفسيه بتقلل المناعه، يعني مزبط. الخوف بيقلل المناعه والنفسيه بتقلل المناعه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه كويسه قوي انت قلتيها، انا ممكن اضطر ان انا اروح واسافر وبضطر ان انا اكلف نفسي مبالغ كبيره جدا عشان كلمه اغير جو وارجع تاني وممكن اكون فعلا ساتسفايد مبسوط ولا مش مبسوط. فبالتالي احنا بنحتاجين فيتامين الف فيتامين دي والاوميجا 3 عشان حتى الراحه النفسيه. طيب. القلق انا بقى عمرنا كله الاوميجا 3 دي بنتعامل معاها على انها بتاعت الذاكره، ما مش مركزين في فكره ان هي بتعلي المناعه، احنا بنتعامل مع الاوميجا 3 دي ان هي بتصحصح وللذاكره وللذكاء وللكلام ده. انت بصيت الميزه واحده من ضمن مميزات كثيره جدا. طيب مميزات كثيره جدا احنا بنتكلم الطاقه والنشاط والحيويه، تتخيلي انها بتديني 146 جزيء اي تي بي، الاي تي بي ده جزيء طاقه.
مولوكيول واحد منها بيديني 146، في حين الجلوكوز اللي انا باكله بيديني 36. يعني انا بتكلم في اربع اضعاف رهيب. أيوة. اربع اضعاف صدقيني. يعني اول حاجه هحمي نفسي من الزياده المفرطه في السمنه، زياده الوزن، ده غير ان مرضى زي مرضى السكر والضغط مش مطلوب منهم ان ياكلوا كتير، لان هيترتب عليهم كمان زياده في السكر او نسبه الدهون. الاوميجا 3 مش سايباك اللي موجوده في الكولوسيز، لا بتقول لك كمان انا هقوم بدور الكناس، يعني عامل زي الوعاء الدموي كده حضرتك طريق، انا بكنس كل الدهون الضاره وابعدها. طب ليه بكنسها؟ لما الوعاء الدموي يبقى فاضي ايه اللي هيفيدني؟ هيفيدني ان كرات الدم الحمراء تقدر توصل الاكسجين والمواد الغذائيه، تقدر توصل بطريقه كويسه واسرع، فبالتالي هبقى الارت وبقى في نشاطي كويس. طيب المناعه، طب انا هاجمني فيروس، هاجمني حاجه، الطريق مسدود، الطريق مش قادر اعدي منه كرات الدم البيضاء، لا ده انا بقول لك كمان بوسع لك الطريق عشان كرات الدم البيضاء تقدر تعدي. يبقى اذا شفت فايده الاوميجا 3، كمان اوميجا 3 ما سابتنيش، كمان راحت قالت لا ده انا بالنسبه للذاكره، التحصيل الدراسي اللي انا محتاجه اليومين دول، الفهم، الوعي، بجانب الكلام ده كله، ده بس احنا بنقول صفات قليله قوي على الاوميجا 3. بس انا بقى مش عايز انسى فيتامين د ولا فيتامين ألف ولا فيتامين ألف. طيب ندخل على فيتامين ألف الاول، ده بيعمل ايه؟ طيب هنقول الحته بتاعتنا، نقول حته المناعه، ان هو بيقوي الاغشيه المخاطيه بتاعه الانف والعين اللي بيدخل منها الكوفيد 19 او الكورونا او اي بكتيريا. هو تلاحظي ليه الكوفيد 19 انتشر في العالم كله؟ لان فيروس بيتنقل عن طريق الهواء او النفس، وده اسرع وسيله انتقال ممكنه. طيب لما الاقي فيتامين ألف بيقوي الاغشيه المخاطيه بتاعه الجهاز التنفسي عندي ومنطقه الجهاز الهضمي، يعني انا بمعنى صح هبقى محمي الى حد كبير جدا لما اخد الفيتامين ألف في الكولوسيز. طيب النقطه الثانيه، بنلاحظ ان فيتامين ألف مهم جدا 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 لحاجات يمكن كسيدات بيحبوها قوي، اللي هي البشره، جفاف البشره نفسه، موضوع حب الشباب اللي بتبقى عباره عن بكتيريا بتدخل في خلايا الجلد، اللي هي فيتامين ألف بيحافظ على انها تبقى مترابطه مع بعضها، ما يقدرش يدخل بكتيريا. ياما ناس مننا راحت عند دكاتره كتير جدا بسبب حب الشباب، وبيروح من دكتور يروح دكتور تاني، هو في الاصل عنده نقص فيتامين ألف زي الموجود في الكولوسيز. طيب نيجي بعد كده، يعني دلوقتي احنا هنبدا ايه؟ الاوميجا 3 المخ والنشاط والطاقه والمناعه، والالف والالف بيدخل بقى اللي المناعه، تقويه الاغشيه المخاطيه، مظبوط، والبشره، والبشره والشعر، تقصفات الشعر كمان، حتى بيسموه فيتامين الصحه والجمال، ليه مسمى كده عند عند السيدات. فيتامين د بقى ده العظم بقى وكده، فيتامين د. انت عارفه عمل رجه جامده جدا جدا من حوالي قبل الكورونا كمان وقبل الكوفيد 19 طبعا، بس فيتامين د هو المسؤول مسؤوليه كامله على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الامعاء. طيب المناعه بتاعته بيعمل ايه؟ ده فيتامين د هو الوحيد اللي بيقوي كمان من ضمن الفيتامينات المهمه جدا، بتقوي مناعه الحنجره والصدر والبطن. طب ده كمان ده الاساسي، الصدر ده اساسي. ده انا عايز اقول لك كمان ان لينا وبيتحط في البروتوكول على طول بتاع الكورونا، مظبوط على طول. طيب انا استنى لما يتحط، لما يجي لي كورونا ويتحط في البروتوكول، ولا اخده على طول او موجود يبقى في الكولوسيز؟ وبالذات ان كبسوله واحده اقدر اضم فيها 3 فيتامينز دول، في حين ان انا يعني ما بتكلمش على منتج موجود امبارح والنهارده، والكولوسيز موجود بقاله 15 سنه وموجود في كل الصيدليات. انا عايز اقول حته حلوه قوي قوي للناس اللي هي بتبقى فيها حته قلق بسيط. ايوه تخيل اني انا بتكلم على فيتامين ألف، فيتامين د، اوميجا 3 الموجودين في الكولوسيز، اني انا حتى ما بحبش ان انا اقول اتصل اونلاين وخد والكلام ده كله، لا خليه موجود في الصيدليات ومكانه الطبيعي جنب الادويه اللي بناخدها، مثلا لو اي دواء برد، دواء واستشاري امراض صدريه هو اللي بينصح فيه، مش مثلا يعني مش حد، لا ده متخصصين يعني. وعايز اقول ان مش محتاج ان انا اكتبه في بريسكريبشن عشان اجيبه، لا خالص، انا محتاج فيتامين ألف، فيتامين د، اوميجا 3 في حياتي، فانا الكولوسيز بقدر اجيبه من الصيدليه، بقدر اقول انا هاخد النهارده كولوسيز. طيب تمام، انا عايز اختم بقى بحاجه مهمه يا دكتور، هي انه احيانا المكملات الغذائيه في بعض منها يعمل امساك، في بعض منها يعمل يعني يبقى تقيل على المعده، اثار جانبيه ممكن نقول. هل ده طيب إيه؟ دي حته حلوه قوي منك. عشان كده انا بقول ان ميزه الكولوسيز بيديك الاحتياج اليومي بتاعك، يعني بفرض ما انا عايز اقول الجرعه مثلا بتاعتنا نقدر ناخد ايه بالنسبه لسن سنه، لسبع سنين
انا باخد كبسوله واحده في اليوم، بفضيها على اي جوس، على اي عصير، على اي زبادي، على اي اكل، مش مشكله. وياخدها كده، خدها جرعه واحده في اليوم. طيب بالنسبه فوق 7 سنين ياخد كبسولتين. طب هل انا لو خدت كبسولتين في مره خدت 4 كبسولات هل اتضر منه؟ لا، لان هو الاحتياج اليومي غير المخلق. المخلق دايما بيقول انا هحط مثلا زي فيتامين د، هحط 10000 يونت فيتامين د، هحط مثلا 100000 يونت فيتامين د. طيب ده لو انا خدته هتعب منه، هيبان اثار جانبيه، لكن ميزه الكولوسيز لا، هو بيعاملك، بيعامل الاحتياج اليومي بتاعك، بيعاملك على اساس، عشان كده ما بشوفش منه الاثار الضاره او السايد افكت اللي ممكن تتشاف في اي حاجه تانية. بيبقى حاطط من لي عشان يعوض النقص بطريقه اسرع، بطريقه سريعه. بس الموضوع مش كده، انا مش محتاج ان انا استنى لما يتقال عندك نقص فيتامين الف او فيتامين د او الاوميجا 3، لا، انا باقي نفسي والوقايه خير من العلاج. خير من العلاج. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دكتور مصطفى حامد، استشاري امراض الصدر وحساسيه الصدر، المستشار الطبي لشركه AMD. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا على حسن المتابعه، اشوفكم على خير بكره باذن الله.